مساء الخير حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كير الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن خلاط الدش ده مرمي في السكراب. هنحاول نظبطه مع بعض ونشغله. على بركة الله يا شباب هنبدأ. طبعا ده خلاط شكله كويس، بس اكيد اللوب بتاعته بايظه اللي هي دي. هنشوفه كده مع بعض، هنحله ونشوف ايه المشكله اللي فيه. طبعا يا حضرات حاولنا نحله وحطينا زيت باكم وقعدنا نلفه بالمفك، ما امكنش ماركو من زمان والمسمار مصدي. فالحل الوحيد هنجيب الدريل ونفور راس المسمار عشان نقدر نخلع الجزء ده. فورناها بالشكل ده، اكلنا راس المسمار عشان نقدر نخرج الجزء ده. بس كده دي حلتها سهلة معانا كده. اكلنا راس المسمار من هنا. هنجيب مفتاح ونحل القلب ده برضي. ماسك عشان نصدي. اتحل بالشكل ده. هنشوف المشكلة اللي فيه جلد بايظ بتاعه. هنجيب قطعة جديدة بكندي. هنحل الجزء الثاني الناحية الثانية برضي بالدريل يا حضرات زي كده. تانية طلعناها بكل سهولة اهي. هنفك القطعة التانية وردي. اهم حاجة تحكم المفتاح مظبوط كده عليها، هتلاقيها اتحلت معاها.
الهارد واي ده بايظ وده بايظ، هنجيب قطعتين باكاندا، قطعتين جدا هنركبهم من جوه كويس، واهو مفهوش اي مشاكل في الناحيتين. خليكم معانا، طبعا يا حضرات جبنا له قلبين جداد وكشتين جداد، هذا هم هذه كوشة أصلية جبناها له زي بتاعته، والتانية كوشة في حاجات رخيصة وحاجات غالية زي ما انت عايز. وجبنا قلبين جداد وجبنا مسمارين جداد برضي كده، على بركة الله هنقفل مع بعض. أهم حاجة تقرب عليه مظبوط. الناحية التانية كده تمام، هنركب الكوش. تمام، نركب الناحية التانية. انت المسامير الجديدة دي تشتغل صليبة وعادي، لو معاك مفك صليبة شغال، لو معاك مفك عادي شغال كده. ايه هنشوفه من هنا، مسكر مظبوط كده، انا قافل مظبوط، مش عارف الكاميرا مش هتجيبه يعني زي كده، اهو قافل مظبوط تمام. طبعا كده هنركب الكليبستين دول بعد ما ربطنا المسامير بالشكل ده. كده جاهز على الشغل. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من عملية التقفيل هنجربه بالشكل ده، هنركبه في الخلاط هنا عشان نجرب، هركبه وارجع لكم. هنقرب عليه مظبوط يا شباب بالشكل ده بالشكل ده، على بركة الله هنجرب. هنفتح المية شغالة زي الفل، لو احنا هنفتح السفن هنقفل هنفتح السفن شغال. لو هنفتح البارد نقفل مظبوط، هنفتح ده البارد شغال. لو هنحول المية من تحت لفوق مثلا شغال زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنحول لتحت
كده كله شغال، عدنا إلى العمل من جديد. فكده وصلنا لنهاية الفيلم. العجب الفيلم ياريت تدوس لايك وعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.